لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هقول لكم على تجربتي مع البوتكس أو بخاخ البوتكس لشد التجاعيد وإزالة الخطوط وكمان لتفتيح البشرة في ثواني، بجد ولا أسهل ولا أروع. بخاخ معجزة جدا جدا جدا، بمجرد ما ترشيه على وشك هيخلي مفيش تجاعيد، هيعمل على شد الوجه، هيعمل على تفتيح دائم للوجه، بجد أكتر من رائع، أحسن من الوصفات المعقدة اللي فيها وفيها وبتفرديها وبدون غسل. الوصفة جميلة جدا يا جماعة بدون غسل، بجد عن تجربتي الشخصية، بجد إن شاء الله هتعجبكم جدا 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 وهتدعولي عليها. قبل ما أبدأ وصفتي يا حبايبي، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تنضموا لعيلتي الكبيرة إن شاء الله الله، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لايك. قبل ما هنعمل مع بعض البوتكس او البخاخ الجميل جدا اللي هيخلي بشرتك مشدودة، خالية من التجاعيد، خالية من التصبغات، خالية من اي مشاكل نهائيا، هعمل معاكم بس حاجة بسيطة جدا ودي ضرورية قبل اي وصفة. معايا هنا طبق، تمام، ومعايا هنا يا حبايبي السكر بتاعي. طبعا انا اللي عندي والله سكر ناعم، بس يا ريت يتوفر عندك سكر خشن. دي اول خطوه في يعني دي وصفه وبعدين هنعمل وصفه تانية، تمام يا حبايب قلبي؟ دي اول خطوه. معايا هنا سكر، يا ريت يكون خشن مش ناعم. ومع حطينا معلقتين منه. معانا هنا ماء الورد، هننزل على السكر بماء الورد زي ما انت شايفه كده، يعني قطرات منه بسيطه. طبعا انا دايما بقول بنعمل الصنفره بالسكر، ويا اما السكر والليمون، يا اما السكر وزيت الزيتون، يا اما سكر و قهوه. المره دي علشان النتيجه بتاعه البوتكس او رشاش اللي بجد هيزيل التجاعيد ويفتح البشره ويشد البشره بطريقه خياليه، عايز اول خطوه منه السكر يكون دايف فيه او مع ماء الورد. هتاخدي منه دي قبل ما نبدأ الوصفة الاولانية او قبل ما نعمل الوصفة التانية، تمام. هتاخدي منه يا حبيبة قلبي وهتعملي صنفرة، يبقى سكر وماء ورد، هتعملي صنفرة كده بشكل دائري على بشرتك تماما تماما، هتدي ريحة وكمان هتعمل على شد التجاعيد، لان ماء الورد مع السكر معلومة يمكن تكونوا مش عارفينها انه بيعمل على تفتيح وبيعمل على ازالة التجاعيد وبيشد الوجه بطريقة جميلة جدا، تمام، وبيزيل الجلد الميت، عشان احنا عايزين صنفرة قبل ما نعمل اسبراي البوتكس ان شاء الله لازالة التجاعيد والهالات والاسمرار. هتدلكي بيها زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي، وبعد ما هتدلكي بيها بايديكي طبعا وهتعملي نظام صنفرة في كل جزء في وشك، تمام. بعد ما هتعملي كده هتغسلي وجهك بميه دافيه، تمام. الخطوه دي تعمليها، طبعا هتقولي لي يا مايا هو انا في كل مره هعمل البخاخ هعمل كده؟ لا، انت تعملي الخطوه دي يومين في الاسبوع، ودي ضروريه جدا جدا لو انت عايزه بشرتك تكون خاليه من التجاعيد والترهلات واي تصبغات جلديه او اسمرار، تمام. يلا نخش بقى على الوصفة المهمة معانا النهاردة اللي البوتكس التحفة تحفة تحفة، يعني بجد بجد قيمته غالية جدا جدا عندي. واول حاجة معايا هنا لبان الذكر. لبان الذكر يا جماعة بجد بجد رهيب وخطير جدا جدا جدا، وانا كمان هنزل لكم وصفة تحفة جدا جدا لعمل كريم لبان الذكر عن تجربتي الشخصية. لبان الذكر يا جماعة من الحاجات بوتكس طبيعي فظيع جدا جدا لشد التجاعيد، بجد ابهرني جدا جدا. معايا هنا لبان الذكر زي ما انتم شايفين كده، طبعا لبان الذكر متوفر في المحلات العطارة يعني، ورخيص جدا يا جماعة، بس بجد
بجد الفوائد بتاعته غالية التمن بجد اكتر من رائعة، ولا كريمات ولا حاجات غالية ولا مستحضرات غالية. مفيش احسن من لبان الذكر لإزالة التجاعيد وشد الوجه وتفتيح البشرة، بجد ابهرني بجد بجد. تمام، زي ما انتم شايفين كده معايا لبان الذكر. هقول لكم هنعمل ايه. معايا هنا كوباية، تمام، هناخد لبان الذكر بتاعنا وهناخد ادي معلقة، معلقتين صغيرين من لبان الذكر بتاعنا. تمام، حطينا زي ما انتم شايفين في الكوب بتاعنا، هننزل عليهم بالمية المغلية على لبان الذكر بتاعنا، تمام، في الكوباية بتاعتنا، وهنقلب كويس زي ما انت شايفة كده اهو، تكون مية مغلية. تمام، وحبيبة قلبي هنغطيها كده اهو زي ما انت شايفة كده، وهتسيبيها من الصبح لحد بالليل وهي متغطية في المنقوعة في المية المغلية. تمام، لما هتسيبيها 24 ساعة، انا عايزاكي على قد ما تقدري تسيبيها منقوعة في المية المغلية، كل ما هتتنيع اكتر كل ما هنقدر ان احنا ناخد الخلاصة او الفوايد، او هنخلي اللبان بتاعنا يدوب تماما مع المية المغلية. تمام، طبعا انا زي ما انتم شايفين عملتها معاكم اهو، بس انا طبعا كنت عاملاها عندي. انا عايزه اقول لكم ان ده يعني لبان الذكر ده ما بيخلاش من بيتي، ونقعته وبقى اللبن زي ما انتم شايفين كده، وشايفين اللبان دايب تماما اهو، اهو دايب تماما معايا عشان انا سبته 24 ساعة منقوع. تمام، زي ما انتم شايفين كده. تمام، تمام، هنعمل ايه؟ هنجيب طبق هنا، تمام اهو، وهنحط فيه مية لبان الذكر بتاعنا اهي، وهنسيب اللي بقى منه خلاص. احنا مش تاني مكون معانا النهاردة السحري والجميل، زيت جنين القمح. زيت جنين القمح يا حبايب قلبي من الزيوت الرهيبة جدا بجد، والله والله يا جماعة ما بيخلاش من عندي، لما بيخلص بجيبه لانه بقال سنين بستخدمه، تحفة جدا 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 لإزالة التجاعيد. هو طبعا وغني عن التعريف، معروف بخواصه الشديدة جدا والقوية قوي لشد التجاعيد وتفتيح البشرة وشد الوجه وإزالة الخطوط بتاعت التجاعيد. طبعا لو مش متوفر عندك معلش يا حبيبة قلبي اشتري، لان بجد والله جميل ومش غالي خالص، بيتباع عند جميع العطارين، بتقولي له زيت جنين القمح بيجيبهولك، حتى لو مش موجود عنده بتوصيه عليه بيجيبهولك، وبيقعد معاكي فتره طويله لان الازازه زي ما انتم شايفين مليانه يعني، وبتقدري ان انت تستخدميه وبيقعد معاكي فتره، بس بجد اكتر من رائع. هناخد زيت جنين القمح بتاعنا وهنحطه على مية لبان الذكر زي ما انتم شايفين كده، معلقتين من زيت جنين القمح اهو، تمام، وهنقلبهم كويس. وصفة اقتصادية، وصفة جميلة، وصفة تحفة تحفة تحفة، وصفة سهلة قوي 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 قوي، اي حد ممكن يعملها، مش هتلخبطك، مش هتخنقك، مش هتخليكي بقى يعني كمان هتقعد معاكي فترة. تمام، هنجيب بس صينية كده بس عشان ايه كده اهو، اهو تمام اهو. معايا هنا يا حبايب قلبي بخاخ اهو زي ما انتم شايفين، اسبراي، اي اسبراي فاضي عندك بتاع بيرفن قديم، اي اسبراي. طبعا الازازة دي موجودة عندنا كلنا يعني، مش هتكلفك حاجة، موجودة عندك هتفضيها او هي فاضية، هتغسليها كويس جدا جدا، وهنستخدمها للبوتكس الطبيعي لازالة التجاعيد. تمام، هناخد الازازة وفتحناها زي ما انت شايفة كده، وهنفضي فيها اهو، تابعي معايا عشان هقولك هتستخدميها ازاي اهو. طبعا الكمية عندي كبيرة، هي لسه فايض منها، بتشيليها وبتعينيها عندك في التلاجة عادي جدا، بتقعد معاكي كتير جدا، بتقعد معاكي يمكن شهر كمان. تمام اهو، اهي زي ما انتي شايفة كده اهي، هتاخديها طبعا قبل ما كل مرة تيجي تستخدميها ترجي
تمام. وزي ما قلت الوصفة الأولانية بتاعت السكر وماء الورد دي تستخدميها يومين في الأسبوع، إنما وصفة البوتكس أو بخاخ البوتكس ده بتستخدميه يوميا على بشرة نظيفة وكده أهو، أهو بترشيه على بشرتك، مش محتاجة تغسلي، يعني مش محتاجة تغسلي مكانه، انت بترشيه على بشرتك اهو بس، تمسحي وشك. بصي هيديكي لمعان، هيديكي تفتيح. اعملي الخطوة دي كل يوم قبل ما تنامي، هتاخدي وهترشي كده اهو اهو على وشك، هيخلي وشك زي القمر، هيشد التجاعيد، هيزيل جميع الهالات السودة وجميع التصبغات، هيخلي بشرتك مشدودة وجميلة جدا جدا وشابة دايما. يا رب تكون الوصفة عجبتكم يا حبايب قلبي وتستفيدوا منها وجربوها بجد يا جماعة، كنز وجميلة وخفيفة قوي قوي كده، ولا بقى ماسكات، ولا بقى تقعدي تسيبي الحاجة ساعة، ولا تقعدي تعملي، ولا تقعدي تغسلي، لا انت هترشي السبراي ده هيخليكي زي القمر. وكمان انتظروني هعمل لكم كريم لبان الذكر. تمام يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.